نبدا زي ما بقولوا، يعني انا دايما في كل حلقه بحب انه اقول ان احنا نبدا فقراتنا بحاجه ممكن نكون فيها ايجابيات، لكن على حسب الوضع اللي احنا كلنا شايفينه. وقضيه الاسبوع ملف كبير جدا نحن حبينا نطرحه من خلال فقرات في حضره المساء يوم الاثنين وسرقه الاطفال. وفي الفتره الاخيره الظاهره دي ممكن تكون هي انتشرت بصوره كبيره جدا وظاهره جدا في كثير من المناطق، تحديدا المتعلق بالعاصمه الخرطوم، بعيدا عن المناطق اللي ممكن هي تكون بعيده. كثير من الشكاوي، كثير من الحياه، السوشيال ميديا والتلفزيون، تفاصيل كثيره جدا ممكن تكون لاقتنا انه فعلا في اختطاف للاطفال. وفي فرق طبعا ما بين الاختطاف وما بين الاختفاء، فنحن حنتقوص في الفكره دي. وسعيدين جدا انه يكون معنا الاستاذ فارس عوض، محامي ومستشار قانوني. مساء الخير عليكم، منورنا في البلد. عليك. انا سعيد جدا انه بديت لي بعثمان حسين، وانا في طلعه المساء لابد ابدا في حضره من اهوى عبست بي الاشواق، حدقت بلا وجه ورقصت بلا ساق، زاحمت بطبول ورايات الافاق، عشقي يفني عشقي وفنا يستغرق، مملوكك ولكني سلطان العشاق. ده لابد منه عشان نكسر الجمود ونمشي في الطريق. يا سلام يا سلام لك التحيه والله يا استاذ فارس، واحنا بالتاكيد سعيدين جدا بوجودك معنا في برنامج في حضره المساء. وزي ما قالت زميله نجوى انه ظاهره اختطاف الاطفال وسرقه الاطفال في الاونه الاخيره انتشرت بشكل كبير، خصوصا انه هي ما كانت بالانتشار ده في مجتمع سوداني معروف عنه الامن والمحافظه والقيم الجميله. خلينا نشوف وجهة نظرك اولا في الظاهره دي وانتشارها. هو طبعا الظاهره ما جديده، وانا بذكر ان احنا اطفال في ام درمان وفي احياء الثوره كان عندنا حاجه بيقول لك اسمها السماوي. السماوي ده بيجي ذول مرات بيكون عباره عن خرافه ومرات بيكون عباره عن حقيقه، انسان حقيقي موجود. الظاهره ميزه متجذره. الظاهره دي طبعا في حديث فيها ذو شجون، يعني اول حاجه ممكن يكون القرض من خطف الاطفال اغراض متعدده. ممكن يكون كيد بين اسر، ممكن دي أي. نمره واحد. الشيء الثاني، السودان بابي معزل عن العالم، العالم بقى قريه واحده. في القضيه اللي ان شاء الله نحن نتطرق لها في حلقتنا دي اللي هي التجارة أو الإجدار في البشر. يعني في ناس ربنا ما وهبهم أبناء بيكونوا محتاجين لإب عشان يعني يتبنوه لأنه ما عندهم، وده 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 طبعا اعتراض على حكم ربنا سبحانه وتعالى. يعني نحن من القصص المشهورة عندنا في صورتنا دي في 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 ولد في بيت عرس قبل قريب ال 20 كم 20 سنة اختفى ويحدد لينا ما معروف اثره. وطبعا دي يا جماعه دي قضيه ايموراليتي، ما في اخلاق، ما في اخلاق وفيها نوع من الانانيه. يعني دي نحن ممكن نعتبرها هسه مقدمه، واقول لكم انه سرقه الاطفال ليس حدثا جديدا، وانما هو ممتد عبر العصور منذ السماعه اللي قلت لكم زمانك. انا هو زول بيجي ماشي بيقول لك على المأخذ الجبل بحمار بيشيل الشافع وبيمشي بيه ويتبدل. الحديث شجون، ونحن في الحلقه ان شاء الله حنسرد كثير من الامثله وكثير من الكلام ان شاء الله حيندح باذن الله سبحانه وتعالى. باذن الله. طيب استاذ فارس، من خلال يعني كلامك ومن خلال حديثك انه هي ظاهره ما جديده علينا، هي قديمه جدا ومن فترات طويله جدا من الزمان. لكن الفتره الاخيره هي ظهرت بصوره كبيره جدا، وكثير من الاسماء بتاعت الاطفال من بنلاقيها حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي، وصور كثيره جدا اطفال هم مفقودين، ما معروفين، هم مختفين ولا تم الاختطاف. لكن الحاجه المهمه جدا انه يعني الاخبار المتداوله كثيره جدا في السوشيال ميديا، يعني في ناس عديل معينين انهم هم بيقوموا بسرقه الاطفال حتى في بعض المستشفيات سواء كانت خاصه او حكوميه، مواليد كثير جدا بتبدلوا وبيتم اختطافهم. يعني والدليل على كده قبل سنتين ثلاثة في مستشفى الحصيصة، والأسف الشديد بواسطة نيرس، بواسطة ممرضة. تم إبدال طفل بطفل، وبعد عناء شديد جدا جدا استطاعت والدة الطفل إنه تعيد الحضن. وطبعا سبحان الله يا جماعة الطفل ده حتى الرضيع، يعني سيدنا موسى ورجعناك إلى أمك كي تغر عينها، وحرمنا عليه المراضع. اي مره تجي ترضع لها طفل ما طفله، سبحان الله، من ناحيه كده انسانيه الطفل ما بيستسيق الا لبن امه عاده.
الحكايه دي موجوده وبكسره وكسرت لاسباب كثيره جدا جدا يا جماعه. العاصمه الخرطوم الان اكتظت بعدد السكان. نعم. بالكاد الخرطوم زمانك فيها 1 مليون 2 مليون، الخرطوم الان في ترحلت يعني شرقا وغربا صحيح. وجنوبا، يعني من 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 حدود جبل اوليا جنوبا الى حدود الريف الشمالي في ام درمان، غربا الى نهايه ام بده، شرقا الى نهايه عد حسين وغيره. العاصمه اكتظت بالناس، اذا يمكن هنا يعني سلب الاطفال وسرقتهم. السرقه طبعا يا جماعه انا ما داري ما في تعميم بعد شويه بكون في السرقه دي هي لاجدار ببشر. يا تشيلوا مره زي ما قلنا ما عندها طفل يبقى ولده تربي كده، يا يشيلوا الطفل ذاته يمشي ويغيروا الاعضاء منه. في الاخطر من كده الاطفال الذين يغتصبوا، يغتصبون المغتصب هذا العدو اللئيم، يشيل الطفل يغتصبه ويدفنه ويقتله. وحصل في ام بده يعني الطفل لما طلعوه لقوا انه سبحان الله يعني ذول ده دفنوا حي، هو لانه لقوا الرئه ملانه رمله. هذه الوحوش البشريه، ودي اخطره، دي اخطره، هي جريمه ممتده وجريمه اجدار ببشر وجريمه، لكن اغزره وابشعه انه 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 بيشيلوا اطفال صغار. وسبحان الله الاغتصاب ده مرات بيتم من 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 اباء ومن رجال يعني كهول لاطفال صغار، ودي جاء مرتبطه برضه بقضيه الايس. الايس بقت منتشره بشكل مريب ومخيف في المجتمع السوداني. هذول اللي بيشرب الايس ده هو طبعا نوع من الدرجس المخدرات الخطره جدا جدا. انت لما تشرب تبقى زول اوت اوف كنترول، برا العقل وبرا التفكير. اذا ممكن تشيل طفل تغتصبه تقتله، والقصه فيها كلام كثير. طيب يا استاذ فارس، يعني الاسباب اللي انت الان قلتها واللي من اجلها بيقوموا بسرقه الاطفال تبدو في 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 نطاق الجريمه هي منطقيه، لكن في نقطه والله استوقفتني قبل ما نمشي لتفاصيل وقوانينها، استبدال طفل. يعني انت زول ربنا حباك بالنعمه دي وداك طفل، اللي بيخليك تمشي تستبدل شنو؟ سبحان الله الحاجه دي ما غير وحسد. يعني انا ممكن اشوف طفل مثلا صحته كويسه، او طفل يجي من الدكتور ممكن من اول حاجه يقول لك والله طفلك ده فيه عله. انت قبل ما تولد طفلك بيقول لك والله طفلك ده فيه عله. انت طوالي في ذهنك اذا انت شخصيه مريضه طوالي تقول انا طفلي فيه عله، ده جاي مشوه، ده انا استبدله ب معقوله يا استاذ؟ بتحصل الدرجه دي؟ بتحصل. يعني ام دجناها تقدر تستغنى عنه وتاخذ طفل ثاني؟ ايوه تاخذ طفل ثاني لاسباب كثيره جدا جدا. دي ما دي اخلاق بتاع دول، اخلاق له اي دي ما اخلاق. احنا بنتكلم عن اخلاقيات وشاذه يا جماعه، احنا ما قدر نعمل الحاجه دي. العامه دي الحاجه دي ما قدر نخوفها المجتمع. يعني حكايه امنا ام تشيل طفل، وعندنا القصه الماسوره الام اللي جابوا الجنين قالوا يا تو بتاع الام دي والام الثاني، فبالحكمه قال ننشره لاثنين، ندي كل ام نص. الام الحقيقيه قالت شنو؟ قالت لا ادوا للام الثانيه. فهنا يعني فاهم الحكيم وفاهم المرسل ده ان هذه الام هي الام الحقيقيه. فاذا الام الحقيقيه او الام انا بتكلم يا جماعه عن ام، الكلام اللي بنقوله هسي بتاع الام دي ام شاذه، والشاذ لا حكم له في المجتمع. جميل. طيب استاذ فارس، يعني سعودي سؤال وهو منطقي جدا، يعني هو طبعا على حسب، يعني صعب جدا انه تلقى ام تستغنى عن طفل يعني موجود زي ما بيكونوا حاملاه 9 شهور وغيره، فمهما كانت في عائقات او غيره صعب جدا انه تقدر تستغنى. يعني فزي ما انت قلت هي ممكن تكون حالات نادره او حالات ممكن تكون يعني شاذه، ده غير انه حاليا الشارع السوداني الشارع العام يعني فيه كميه كبيره جدا من الاطفال فاقدي السند حتى دار الميبومه. يعني فنحن تكلمنا في كثير من المنصات وكثير من البرامج في الأطفال فاقدي السند، السبب شنو ذاته؟ نحن اللي بيخلي السودان ممكن يكون هو مليان حاليا. يعني أقرب مثال لو طلعته، يعني نحن مرات سعودي زول بيكون شغال تزيل وحاجة بيكون راجع البيت حوالي الساعة 12 أو 1 بالليل، الشوارع العامة والاستوبات عبارة عن أطفال موجودين في الشوارع بطريقة صحيح. يعني أنت ذاتك تخاف. نعم. فالسبب شنو؟ كويس أنت ذلك، ده عنده شقين. الشق الأول الأطفال فاقدي السند اللي بيمشوا الميقومة. يا طبعا رب العزه سبحانه وتعالى لما قال انكحوا الايام والصالحين من عبادكم ان يكونوا فقراء يغنم الله من فضله والله واسع عليم،
ولا تبغوا فتيات ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. على البغاء. ما الان لاسباب كثير عدم الزواج هو ده مشكله رئيسيه وكبيره ومنطقيه وجوهريه في حكايه ابناء فاقدي السند. فاقدي السند بيجانا احنا لازم نلطف الكلام عشان ما هو الزول ده ما عنده ذنب. الزول ده ما عنده ذنب. علاقات خارج الاطار الشرعي. العلاقه خارج الاطار الشرعي اخيرا انت ما ده حي في الظلام، الحي اللي بتدين في الظلام انت حتخفيها في الظلام. يعني سبحان الله مرات بتلقى ام انت هسه بتتكلم عن الام قبل شويه، ام لكن لانه جايبها بطريقه غير شرعيه بتشيل ولدها تحطه في كوشه. صح. ونهبا للكلاب ونهبا للوحوش. وتذكر يعني احنا قبل 3 سنين في الحي بتاعنا بنسكن فيه في رمضان نور قطع فجاه مشينا لقينا بيت صغيره مقطوطه تحت نخله. طبعا الاجراء الطبيعي الزول بيعمل في اللحظه دي بيقوم يضرب للشرطه، الشرطه بتيجي تستلمه بتوديه الميقومه. ده شيء اللي هو يا جماعه الاحصان، ما في احصان. يعني نحن عندنا بنات كثير جدا ما متزوجين، بنطالب الاباء يسهلوا امور الزواج. اما بتتكلم عنهم الموجودين الساعه 12 11 بالليل ديل ما منظمين اصلا، دي عصابات منظمه. عصابات اسمها عصابات اجدار ببشر. ولو نظرت لملامحهم ما ملامح سودانيه. نقولها بوضوح كده. الناس ديل وافدين من دول كثيره جدا جدا ومعروفين. معروفين هم بتجربوا الناس. الاولاد ديل ذاتهم دي اسمها الصخره. او العمل القصري اللي ما بيشبه الاطفال الصغار ديل. تجيب لك اولاد توقفهم في الصواني ونحن وما بعرف لك شنو في النهايه يشيلوا قروش ما بيشيلوهم. بيشيلوها للبوس الزول الكبير ودوه فعلا حقيقه ويقسم القروش بيناتهم حقيقه. يعني النقطه دي احنا كان عملنا عنها تقرير او تحقيق صحفي كده بشكل شخصي، وفعلا بيكون عندهم زول مسؤول منهم يا اما ماسكهم بالقوه او ماسكهم بحكم الفتره الطويله وبياخذ منهم. لكن يا استاذ احنا طبعا طلعنا من الجانب القانوني ومشينا للجانب المجتمعي بشكل نعم كبير. نعم. خلينا نرجع شويه للجانب القانوني لانه فيه اعتقد ممكن يحد من الظواهر دي، ممكن يكون رادع. خلينا نتكلم شويه عن قوانين الطفل بشكل عام والقوانين الموضوعة تجاه الأشخاص اللي بيقوموا بهذه الجرائم. كويس. طبعا يعني أصلا القانون الآن الساري قانون الطفل سنة 2010. القانون ده كان أصلا ما ولد الليلة، كان أصلا في اتفاقية 2005 عملوا شيء إطاري لقانون الطفل اسمه الطفل والأسرة مع بعض الاثنين، طبعا ده برعايه اليونسكو والامم المتحده. القانون ده والله يا جماعه في بداياته كان اول فعاليات الاودات بتاعته كانت قويه جدا جدا. انت ما عليك الا طفلك اختفى، طفل ما حصل ليش بتضرب 46 يجوك في حتتك للتو في اللحظه. هسه الان شويه الحاجه نقصت. قانون الطفل ده يحمي الطفل في جميع اوضاعه، يحمي الطفل حتى من ابوه وامه. يعني 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 قانون الطفل ده فيه ماده بتتكلم عن الاهمال. اهمال الام او الابو. الاهمال ما نقصد بالورده الوسخانه اللي قاعد في الشارع، لا. الاهمال الاب ممكن يعتدي على طفله، القانون هنا بيعاقبه. قانون الطفل قانون اصلا مرسوم ومخطط للاطفال، سواء كان الطفل معتدى عليه او معتدي، جاني او مجني عليه. يعني في مواد طبعا كويس انه في قانون الطفل، الماده 45 مثلا بتفرعات الثلاثه الف وب وجيم، دي بتتكلم عن التحرش الجنسي وعن الاغتصاب. ويعني عقوبتها 20 سنه، للاسف الشديد لحد هسه عقوبتها 20 سنه. نحن بنطالب ان عقوبه الاغتصاب للطفل، طبعا بيقول لك الاغتصاب اذا تم في اغتصاب وتم معه قتل هنا يعدم، وما اصله هو قتله معناه بيعدم اصلا. نعم. بيبقى قتل عمد. نحن لكن بنطالب من هذا المنبر انه الزول بيغتصب طفل صغير، يعني ما ممكن زول يكون 70 ولا 60 ولا 20 سنه يغتصب طفل 5 سنين. صحيح. ده 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 ذي بشري وده لا من عدم الضمير والاخلاق. انا رايي قانوني وشخصي ان مثل هذا الرجل يعني يعدم في ميدان عام، لانه ده حد الحرابه بذاته. انت حد الحرابه وين؟ ده ما بيزعل في الارض فسادا، ده ما بيزعل في الارض فسادا. اذا الفساد اكثر منك تغتصب لك طفل عمره 6 ولا 7 سنين. قانون الطفل قانون هو طبعا لم يزل يعني حديثا، ومفروض لسه يتطور كثير عشان يحمي الطفل في حاجات كثيره جدا جدا. طبعا الطفل محمي في حته ثانيه في
محكمة الأحوال الشخصية. يعني الطفل في محكمة الأحوال الشخصية هو طفل مدلل أو شخص مدلل. لا أنا بقول لك قانون الأحوال الشخصية أو تطبيق العمل لقانون الأحوال الشخصية بقول لك المحاكم الشرعية ما محاكم محايدة، لا محاكم أصلية لحماية الأطفال ومحاكم تحقيق لمصلحة الأطفال. يعني إذا قانون الأحوال الشخصية وقانون الطفل هما قانونين متكاملين يعملان من أجل إصلاح الطفل. جميل. طيب أستاذ فارس، بما أنه نحن يعني وقفنا في جزئية مهمة جدا وهي القانون بشكل عام، نحن خلينا برضو نخصص بما أنه نحن بدينا حلقتنا بسرقة الأطفال، خلينا نتكلم عن قانون سرقة الأطفال وعقوبة السارق. ده بعيدا عن أنه هل هي فعلا الدولة بتنفذ العقوبات؟ هو طبعا هو 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 هو, هو الحتة دي عالجة في قانون حديث اللي هو قانون إجدار بالبشر. ده قانون عمله سنة 2014 في السودان، هنا عمله عام 2014. إجدار كيف؟ هي ما 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 كلمة واحدة لكن معتمدة أو متفرعة عليها كثير من 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 الـ من الـ من الـ أنواع الجريمة. فيها إيواء، فيها اختطاف، فيها قهر، فيها استدراج، كله ده في المواد 7 من قانون الإجدار بالبشر. ده قانون حديث ما زال طور التحديث والتجديد، وقبلها ما كان في قانون اسمه قانون الإجدار بالبشر. عقوبته هو خاص بالأطفال وبالنساء معا، بالأطفال دي الفئات الضعيفة والفئات المستهدفة. عقوبته ممكن تصل إلى الإعدام أو 20 سنة مؤبد، يعني ده أقوى من قانون الطفل، لكن للآن ما طبقت. يعني أنت قبل فترة تذكر كان في مجموعة من الجنوبيين كان مهربينهم، الكلام ده بدري، وبرضو في أطفال من دارفور كان مهربينهم برا. دي كلها جرائم في حق الأطفال، ودي تقع في جرائم الإجدار بالبشر. نعم. طيب يا أستاذ، يعني نقطة الإجدار بالبشر دي في الفترة السابقة ما كانت بالظهور الموجودة عليه الآن، بتشعر انت كزول قانوني وكمواطن انه زي في تساهيل او في ايادي خفيه هي اللي بتحرك العصابات دي بعيده جدا من المساءله؟ يعني حتى طريقه الإجار بالبشر كانها مريبه وكانها فوق القانون، وانت زول قانوني رايك شنو في الطرح ده؟ اول حاجه السودان عباره عن قاره. يعني صوب السودان الان بعد الانفصال برضو ما زالت حدودها متاخمه، يعني نمشي الغرب بنلقى تشاد، افريقيا الوسطى، جنوب السودان، اريتريا، اثيوبيا، وغرب السودان ده يجيب لك من الكاميرون، يجيب لك من نيجيريا. اذا الجريمه دي جايه جريمه وافده. انا بقول لك الإجدار بالبشر ده في دوله بتاعت مصدر، في دوله بتاعت ممر، وفي دوله بتاعت مقصد. يعني افترض انه في زول داري تاجر بالبشر، يعني احنا بيجونا جنسيه، انا ما اقدر اتكلم بجنسيات معينه، بيجينا بتشتغل هنا يقول لك والله انا والله هدفي من السودان ده انه ده اطلع امشي اوروبا. كويس، دي الدوله جايه منها، دي اسمها دوله المغر للجريمه ذاتها. السودان دوله معبر، المقصد دوله اخرى اللي هي في اوروبا. عشان كده في لحظه في ايام معينه نشوف الاتحاد الاوروبي يعني أثنى على بعض الجهات الحكومية في إنها انتشرت في الحدود مع ليبيا. دي الحتات المنا بتسلل كثير من المهاجرين الغير شرعيين. الإجدار بالبشر ده ممكن أنا معلش أشرحه شوية، ممكن يكون القصد منه عمل قصري للأطفال وللنساء، قصرا عندك تعمل الحاجة دي. منه يكون زرع بويضة في امرأة، ده إجدار بالبشر. ممكن يكون العمل السخرة، ده يقدر في بشر. يعني الإجدار في بشر فيه كثير من المسميات دي كلها بتخضع للإجدار في بشر. في فرق بين الإجدار وبين إنك يعني في ما في ناس بإرادة هنا 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 في القصرية، يعني القصر أنت بتسوق زور غصبا عنه تودي حتة، لكن في ثاني شباب ثاني دار يطلعوا براون. هنا في فرق بين الاثنين، رغم إن الاثنين شنو؟ ما مشروعات. إذا الحاجة دي ظهرت ليه؟ لتدفق ناس كتار جدا من دول كثيرة، والسودان دول معبر. يعني ما مقصود السودان بذاته، دول بيجيك من دولة كده ودولة كده، بيمشي يقعد في السودان ده شوية بيطلع
داير يمشي اوروبا ويمشي مرات يغرق في البحر وتحصل مآسي زي دي. جميل. طيب استاذ فارس، نحن طبعا عارفين في البيوت السودانيه يعني زمان كان في ثقل كبيره جدا حتى في الجيران، يعني كان بتلقى اولادك وبناتك صغار مشوا الجيران، لكن حاليا الثقه عدمت حتى في الاهل ذاتهم، انت ممكن ما تقدر تامن وتخلي اولادك لهم. نحن حاليا بقينا متخوفين وبقينا يعني زي ما نقولوا فاقدين الثقه تماما حتى في اقرب الاقربين، نحن كيف نقدر نعالج المشكله دي او نعالج الظاهره بتاعت غير عدم الثقه، انه نحن ذاتنا نقدر نعالجها ونوقف الظاهره بتاعت يعني انه ما يكون في سرقه بتاعت اطفال؟ انت رجعتني طبعا لزمان وهسي. يعني زمان ام درمانات وام درمان السودان كله كان عباره عن نفايات، نفاج في نفاج في نفاج، وبنت الحله دي اختك وبنتك وبنت عمك. كويس، التوسع اللي حصل في الدنيا كلها وزياده العدد السكاني واخلاقيات الناس، يا جماعه الحكايه دي مربطه الدين. والله الانسان لو مربى كويس ومتدين ما بيقدر يعمل اي حاجه، لكن يا جماعه الدين ذاته واضح جدا. الدين ده في لحظه قال لك وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم. اختك خليك من اختك، اولادك عندك ولد وبيت لما يصل 10 سنين تفرق بيناتهم في المضاجع. يا جماعه عندنا السودانيين عندنا طبعا العاده الاجتماعيه وما بنقدر نكسرها. صح. يعني ما ممكن تقول لجيرانك ساي تقول لي ما تخش بيتنا ساي، بيزعل منك ويبقى في 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 مشكله كبيره جدا جدا. فعلا هو المفترض ابن الجيران ابن الحله هو الحامي هو الضامن، لكن للاسف الشديد في مثلا هسه نحن في كثير من الدكاكين الكناتين وجه التحديد، معظم الجرائم اللي بتحصل سبحان الله الام ترسل ولدها تقول لها امشي جيب لي فعلا حاجه فعلاً. من الدكان يغيب عنا 3 4 6 ساعات وذاته، يعني الرجل انت اصلا ما ممكن تعتقد فيه انه ممكن يمارس رذيله زي دي مع طفل صغير، وبالنظر انه صاحب الدكان ذاته بيكون قريب جدا من ناس الحله، ناس الحله ومتداخل معاهم. صحيح. انت بعد شوية تكتشف انه سيد الدكان او الجار عمل المصيبه دي. يا جماعه الحكايه دي طبعا من ناحيه دينيه هي مفهومه، ايات الاستئذان النور دي كلها ايات استئذان، سوره النور دي كلها ايات استئذان، ان غير لكم ارجعوا فارجعوا، بيوتك بيوت اخوانك دي وكل فيها لكن ما تبيت فيها. الدين واضح جدا جدا، لكن احنا جاب صراحه في المجتمع السوداني اذا حاولنا نطبق الدين بنلقى في عقبه حقيقيه في فهم الناس، لانه الناس هم منداحه مع بعض متداخله مع بعض، ما بتقبل كلام انه يقول لك لا انت ليه ما عندك ثقه في 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 ود عمه في ود خاله، مع انه يعني عندنا امثال كثيره سؤالي ابعد الناس ده من بعض. طبعا يا نجمه شايف المخرج سنتر قال اختم، ولكن حستاذنك بس في دقيقه معلش يا حركاتي يا استاذ، في نقطه بس يعني انا شايف انه هي مهمه ويا ريت تجاوب لها انا فيها باختصار شويه. التحيه لكل المشرفات في دار الاطفال ودار الميقومه وما الى ذلك، لكن في الاونه الاخيره في تقارير بقت تتكلم عن انه في سرقه اطفال من داخل الدار بواسطه مشرفات وغيرهم من اجل التكسب من اجل غيره. النقطه دي يعني اطفال في دار وهم في هم شايفين ده المكان الامن اليوم، كيف نقدر نحميهم من ناحيه قانونيه عشان الظاهره ذاته ما تنتشر في ظل الضائقه الماليه الحاصله والتفاصيل الثانيه؟ اذا اصيب القوم في اخلاقهم اغم عليهم ما ائتمنوا عويلا. الزول دائما الزول المؤتمن ده بالنسبه جريمته اصعب واكبر. يعني الاستاذ في المدرسه، المشرفه في الروضه، النيرس في اول مشرفات في 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 دار الميقومه، ديل اصلا اذا حصل العقوبه اذا حصل اتاكدوا من المعلومه دي اصلا هي الجريمه معروفه حدها الاعدام او 20 سنه، فده شيء ما اخلاقي ونحن ما نقدر نغير اخلاق الناس. اذا هنا التاهيل، نجيب ناس خريجين مؤهلين دينيا وتربويا واخلاقيا وسودانيين وصهيونيين، ان شاء الله نصل لل المبتغى باذن الله سبحانه ان شاء الله باذن الله. نحن شاكرين لك جدا المحامي والمستشار القانوني الاستاذ فارس عوض على المساحه الطيبه والمعلومات الجميله، ونتمنى انه كل زول بيشاهدنا يعني يكون فعلا هو يستفاد من الحاجات دي، وما ننسى انه كل الحاجات دي مرات بتكون مربوطه بالعامل النفسي ومربوطه بعدم الرقابه الاسريه. شكرا لك، ومتواصلين سعودي؟ اكيد متواصلين، وطبعا فقره مهمه جدا والجاي احلى بالتاكيد. فاصل قصير ونعود، خليكم قرب.